سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. هشام الضاوي محكوم ب30 سنة نافذة، نال الإجازة في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلب المغرب. قصة هذا الرجل يجب أن تدرس لأنها مفخرة لأبناء هذا الوطن. سجين أمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة يحصل على الإجازة. بدأت القصة من نصيحة أسداها له أحد حراس بالسجن إنزقان جنوب المغرب، حين قال له الحارس: مدتك طويلة ولا خيار لك إلا الدراسة. عقب هشام الضاوي قائلا: كيف السبيل إلى ذلك وأنا أمي لا أعرف لا الكتابة ولا القراءة؟ وكان أن نصحه الحارس أن يبدأ بدروس محو الأمية. هكذا بدأت مسيرة هشام الضاوي بالأقسام التمهيدية لتعلم القراءة والكتابة. استمرت تلك الفترة مدة 2 وتكللت بالنجاح. بعد ذلك انفتحت شهية صاحبنا على حب الدراسة خلف جدران القطب. تقدم هشام الضاوي بطلب لإدارة السجن من أجل دخول مرحلة الدراسة الابتدائية، فنقل إلى سجن آسفي عام 2006، فتدرج في سلم النجاح حتى نال شهادة السادس أساسي. وهكذا بدأت الآمال تتسع، فتقدم بطلب نقله إلى سجن القنيطرة من أجل استكمال مشواره الدراسي، فتم قبول طلبه لحسن سيرته وتميزه في التحصيل العلمي. بدأ مشواره الإعدادي وكله أمل في نيل شهادة الإعدادي. بعد 3 سنوات نالها بجدارة واستحقاق. هكذا أصبحت الدراسة شغله الشاغل وديدانه الوحيد، يمضي جل وقته وسط الكتب بحثا عن العلم والمعرفة، متجاهلا أنه سجين محكوم ب30 سنة. بعد شهادة الإعدادي قدم طلبا إلى الانتقال إلى سجن الدار البيضاء لاستكمال مشواره الدراسي. تم قبول طلبه ونقله إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، وبدأت رحلة الحلم، حلم البكالوريا، سنة بعد سنة حلمه يتحقق والطموح يتسع. بعد 3 سنوات حصل على شهادة البكالوريا. تحقق حلمه وحلم من أسدى له النصيحة، النصيحة التي قلبت مسجونا محكوما عليه ب30 سنة لا أمل له في الحياة إلى مجتهد يتسلح بالعلم والمعرفة. من لسان أمي لا يعرف الكتابة والقراءة إلى رجل يتقن 3 لغات، وهنا عصب العلم والمعرفة. لم ينتهي مشواره هشام، وبطلنا هذا استمر في طلب العلم، فتقدم بطلب استكمال مشواره الدراسي، فنقل إلى سجن سلا وتسجل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فنال شهادة الإجازة بالقانون الخاص عن جدارة واستحقاق عام 2018. أصبح هشام الضاوي محط احترام الجميع لأنه خلق المعجزة من أمي إلى إجازة في القانون الخاص. حصل هشام الضاوي على تخفيض مدة السجن، وأمله الحصول على عفو ملكي شامل بعدما أشرف على العقد الخامس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.